توثيق الشهادات كما يرويها أصحابها ومد الجسور بين أصحاب الذاكرة الحية والباحثين المختصين هو هدف مؤسسة وثيقة وطن، التي تعمل على نشر وتعميق المعرفة بالتاريخ الشفوي وببحوث التوثيق وإدارة المعرفة. المشاريع تتعلق بشيء يسمى فضاءات التاريخ الشفوي. التاريخ الشفوي واسع، وسع الحياة نفسها، بمعنى أنه هو يستطيع أن يوثق كل شيء ضمن الحياة. نحن عم نختار الأشياء التي تعبر عن الهوية السورية، التي تعبر عن الهوية التي تمثل الأصالة، بمعنى آخر التي نستطيع أن نقول إن هذا إرث حضاري وثقافي هام جدا، يجب أن نحفظه وأن ننقله إلى أبنائنا وإلى أحفادنا لكي يبقى ويستمر ويتطور معهم. بهدف إغناء أرشيف المؤسسة بالروايات الشفوية التي تحكي قصص وقائع شهدها كتابها بأنفسهم وفق القواعد المعيارية لحماية الخصوصية، أعلنت المؤسسة عن نتائج جائزة حكاية لأفضل قصة واقعية قصيرة. جده شجعني، جده قرأ لي إياها بمبادرة وثيقة وطن. أنا جده هي حفيدتي، بعد استشهاد أبوها أنا كفلتهم وجبتهم لعندي على الهدية، فقلت لها هاي عمي وثقوا الأحداث التاريخية اللي صارت بعيون الناس اللي عاشت الحدث، وهدول بيعطوا مصداقية للحدث لأنه ما بيتأمل تأويل وتنكتب من مصادر غير موثوقة حقيقية، فهدول اللي عاشوا الحدث هن اللي بيروا الحادث الحقيقي اللي ممكن نرجع له مستقبل للأجيال القادمة، ترجع له تتوثق أحداثنا من خلاله وبلغة بسيطة سهلة سلسة صادقة وصلت الحدث وبحقيقته بدون أي تشويه أو تزوير للأجيال اللي بدها تجي بالمستقبل. جائزة حكايتي عرفت فيها عن طريق موقع الوثيقة، موقع الوثيقة على النت وصفحة الوثيقة على الفيسبوك، عرفت بالمسابقة وكتبت القصة اللي هي صارت معي أنا طبعاً، القصة الواقعية، وهن طبعاً حطوا تعليمات على الموقع أنه يعني بالمكان الفلاني لازم يكون عدد الكلمات مثلاً 1000 كلمة كذا كذا، يعني اتبعنا التعليمات وحطيناها وبعدها. 475 قصة مكتوبة وصوتية مسجلة باللغة العربية خضعت للتحكيم من قبل لجنة تحكيم مستقلة وفق معايير 3: موضوعية سرد الأحداث الواقعية والمغزى الإنساني ورقي التعبير والصياغة. وتوصلت لجنة التحكيم إلى انتخاب أفضل 12 قصة منها موزعة على 4 فئات عمرية. لازم يكون أكيد في دعم، كل حدا بيكتب وعنده قصة واقعية لازم يكون في دعم أكتر، يعني حتى يتشجع هو ويقدر إنه يوصل القصة لحدا أكتر من حدا، يعني المفروض يكون في دعم أكتر من ناحية. كانت عن الأزمة، شو معاناتنا، كيف كانت انتقالاتني أكتر شيء من المدرسة لمدرسة، كيف كان تأثير تحصيل العلمي على هاي الانتقال من مدرسة لمدرسة، وشو عانينا لما حصار بعدرة العمالية، لما رحنا على العدرة العمالية وصار حصار وصار كتير عديد من المجازر. يعني شرحت عن معاناتي، مقتطفات من حياتي صراحة. كتير بيعني الموضوع انه في حدا لساته بيتداول الحب، لسه في حدا يعني بده يفهم عن معاناة الأشخاص وبده يسجلها بنفس الوقت، فهذا شيء كتير بيعني لي، وكمان شرف كتير لي انه انا حصلت على شهادة من وثيقة وطن. القيمة الأساسية للتاريخ الشفوي نابعة من كونه علما يتناول الجانب الذاتي ويقدم الأدلة على الحدث من وجهة نظر شخصية، والأهم من هذا أن التاريخ الشفوي يعطي صوتاً للأفراد الذين همشهم التاريخ المكتوب، لأنه يقدم وجهة نظر أخرى مختلفة عما هو متعارف عليه.